مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، ينتظرنا اليوم الكثير من الابتسامات والحوارات العفوية، كما الأوقات الجميلة التي لا تنسى. ضيفتي لليوم ضيفة موهوبة، جاءت لتشارك موهبتها معنا، لنتعرف على عالمها الرائع بكل ما فيه من إبداع ومرح وتبادل للأفكار. ها، جرس الباب، لقد وصلت. هيا لنستقبل صديقتنا كاجول. مرحبا بك يا صديقتي كاجول. أهلا يا لومي، كيف حالك؟ بخير، كيف حالك يا لومي؟ أنا بخير أيضا صديقتي. سنتحدث اليوم عن هواياتك، ما رأيك؟ أنا متحمسة أن أنا أقول لك على هواياتي. رائع. حسنا يا صديقتي، ما هي هوايتك المفضلة؟ أنا عندي هوايات كثيرة، بس أنا هوايتي المفضلة كرة السلة. جميل، وكم كان عمرك عندما بدأت في هذه الهواية؟ كان عمري 9. ومن شجعك عليها؟ شجعني أبي، عشان هو كمان بيحب كرة السلة، ويعني على طول بنلعب مع بعض. وهكذا يشجعك باللعب معك؟ نعم. كم تقضين من الوقت في ممارسة هذه الهواية؟ نصف ساعة في اليوم. جميل، كيف تشعرين عندما تمارسين هوايتك؟ أنا أشعر بالسعادة، عشان بتخليني أعبر عن نفسي، وبتخليني سعيدة جداً ومريحة اللعبة دي. ما هي الأشياء الأخرى التي تجعلك سعيدة عندما تقومين بها؟ الرسم وصناعة الأساور، وكمان أقرأ الكتب. وما هي الكتب التي تحبين قراءتها؟ بحب أقرأ المغامرات، عشان بتخليني أكون عايزة أعرف اللي هيحصل بعد. جميل جدا، وهل تعلمت مهارات جديدة من خلال هواياتك؟ نعم. ما هي؟ في كرة السلة بتخليني أكون صبورة، وبتعلمني أن أنا يعني أتعاون مع فريقي، وكمان بتعلمني أن أنا أكون نشيطة. رائع جدا، أحب الأشياء التي تزيد من نشاطنا وحيويتنا. كاجول، هل يمكن أن تريني شيئاً قمت بصناعته كجزء من هواياتك؟ أنا جبت حاجات كتير. رائع، أريد أن أراها. جبت الإسوارة بتاعتي. يا جميلة جدا، أنت صنعتها؟ وكيف ذلك؟ صنعتها بالإبرة. صنعتها خيط جميل بهاي. وكيف تركبينها؟ بركبها بالإبرة والخيط. جميل جدا، وماذا أيضا أحضرت معك؟ أحضرت هذه اللوحة. أنت ترسمين لوحات جميلة. شكرا. ما هي المهارة التي تودين تحسينها في المستقبل يا كاجول؟ أنا عايزة أرسم الشخصيات أكتر، وأكون مبدعة. رائع، وهل سترسمين لومي؟ هرسم لومي. وسأعلقها على حائط الذكريات، ما رأيك؟ رائع. كيف تساعدين صديقتك في تعلم شيء تجيدينه؟ أنا هي ما بتعرفش تلعب كرة السلة كتير، فأنا أساعدها وأخليها تتدرب كتير. جميل جداً، أنت الصديقة الرائعة. شكراً. عفواً، وما هو أكثر شيء قمت بصناعته وجعلك فخورة بنفسك؟ أنا عملت لوحة كبيرة في البيت، وأخذت يومين، وكنت فخورة بها كتير. وأين علقت هذه اللوحة الجميلة؟ علقتها في غرفتي فوق سريري. وعن ماذا كانت الرسمة؟ الرسمة كانت عبارة عن في سماء والشمس في النص، وكان في بحر كتير وأشجار. جميل، ترسمين المناظر الطبيعية. نعم. صديقتي، لو طلبت منك نصيحة للأطفال فيما يتعلق بالهوايات، ماذا ستقولين لهم؟ هقول لهم إن هم يكونوا فخورين باللي بيعملوه، وإن هم يمارسوا الهواية بتاعتهم كتير، وليحسنوا من مهاراتهم، أليس كذلك؟ نعم. الاستمرار رائع. نعم. هل تحبين التحديات يا كاجول؟ أيوة، بحب التحديات، وتحديت فضولي وكسبت.
ها فزتي على فضولي. فضولي مشاكس. نعم جدا. وتحدياته صعبة. وتحدياتي لكنها ستكون أصعب بكثير. لا ستكون سهلة. سنرى. صديقتي كاجول، هنالك إناء في الأسفل، هل لك أن تضعيه في الطاولة؟ ممتاز، فيه الكثير من التحديات. اخلطي الأوراق هكذا 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 واختاري أحدها. هيا أنا متحمس لمعرفة ما هو تحدي اليوم، وسنرى من سيفوز هذه المرة. تحدي اليوم الصعب إنه تحدي قفز الحبل. هل أعجبك التحدي؟ نعم. مستعدة له؟ نعم مستعدة. من سيفوز أنا أم أنت؟ أنا. هيا بنا انطلق. فقرة التحدي. صديقتي كاجول، هل أنت مستعدة؟ مستعدة. أرى أنك ربطت شعرك استعدادا للتحدي. عشان شعري ما يلخبطنيش. حسنا، في هذا التحدي عليك أن تقفزي 10 مرات خلال دقيقة واحدة. هل أنت مستعدة؟ مستعدة. إذن انطلقي. واحد، اثنان، لا بأس. حاولي مرة أخرى. اثنان، ثلاثة، لا بأس. ركزي جيدا وخذي وقتك. مرة أخرى. هيا هيا يا صديقتي. ثلاثة، رائع. الرابعة الرابعة. هيا. أربعة. ما زالت الخامسة. هيا هيا. شرفتي على إنهاء 5. 6. لا بأس. مرة أخرى. 6. رائع. وقعت منك. هيا السادسة. السادسة. هيا مرة أخرى. لا بأس. نط الحبل. السادسة. هيا. بقيت 3. لا، ما زالت الثامنة. لم تتقنيها. هيا مرة أخرى. 8. 8 صعبة. 8. 9. مرة أخرى. 9. 9. 10. رائع، لقد فزت يا صديقتي. نجحتي. كان تحدي صعبا صح؟ صعب كثير، ولكنك نجحتي فيه. نعم. والآن بعد أن نجحت في التحدي لننتقل للفقرة التالية، وجبة اليوم. هيا بنا. هيا. يا صديقتي بمطبخي؟ رائع. عجبك؟ نعم كثير. في هذه الفقرة سنتحدث عن الطعام الذي أحضرناه معنا. شكل الطعام حلو قوي. حسنا، إذا أنت ستبدأين وتخبرينني ما الذي أحضرتي معك. أنا حضرت مكرونة بشاميل. تبدو جميلة جدا. من قام بإعدادها؟ أنا وأمي. وما هي مكونات هذا الطبق؟ في لبن، في مكرونة، يام يام، وفي ملح وفلفل، وفي جواها في برا بقسماط. يوجد فيها لحم، أنا أحب اللحم. نعم، والجزر. لذيذ. وما أكثر شيء تحبينه في هذا الطبق؟ البشاميل. لماذا؟ عشان بيكون حلو. لذيذ. لومي جائع جدا ويريد تذوق هذا الطبق. وانا كمان. انت حضرت ايه؟ انا حضرت سلطة صحية خصيصا لك يا صديقتي. لذيذ. هتعرفين ما اسمها؟ انها سلطة الخس بصلصة الخردل. تحضرها سهل. وكيف حضرتها يا لومي؟ احضرت كمية من الخس ووضعته في وعاء، ثم وضعت فوقه بصلة حمراء مفرومة ناعمة جدا، ثم وضعت فوقها صلصة وهي مكونة من ملعقة من الخردل وملعقة خل تفاح وملح وفلفل أسود حسب الحاجة. واو، شكلها سهلة قوي. أنا هعملها في البيت. نعم، سيحبونها كثيرا يا صديقتي. وهل تعرفين فوائد الخس؟ لا، سأخبرك أنا. يعد الخس من أكثر الخضروات انتشاراً في كل المجتمعات، لما يتميز به من طعم لذيذ ومنعش، فهو يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية،
حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والضرورية للجسم مثل الزيوت والمعادن والفيتامينات. كما يتميز الخس بكمية قليلة من السعرات الحرارية، ويدخل الماء في مكوناته بنسبة كبيرة للغاية. واو، الخس ده صحي قوي. أجل، وهو يحتوي على الفيتامينات مثل ألف وكاف وسين وباء. وأيضا الخس مفيد للبشرة لأنه يعمل على تنقية الجلد من الشوائب والسموم، وأيضا يحتوي على خصائص تحسن من صحة البشرة فتجعلها مشرقة خالية من المرض. أنا من النهاردة هاكل الخس كتير قوي. نعم، سيكون ذلك مفيدا جدا لصحتك. صديقتي، كنت سعيدة بوجودك هنا، وأتمنى أن تزوريني دائما. وأنا كنت فرحانة قوي، وإن شاء الله بأشوفك تاني. حسنا، والآن هيا بنا لنأكل. تفضلي، كلي من هذه السلطة، تبدو لذيذة. واسكبي لي بعضا من البشاميل. يا لذيذ. لقد كان يوما مليئا بالفرح والسرور واكتشاف الكثير. وهنا عند حائط الذكريات وضعت صورتي مع صديقتي كاجول وبقية الأصدقاء الآخرين. لا تنسوا أن هنالك المزيد من الأصدقاء والمغامرات في انتظاركم في الحلقات القادمة. وقبل أن أودعكم، إليكم نصيحة اللومي: عليكم أن تأخذوا قسطا كافيا من النوم يا أصدقائي، فالنوم يساعد الدماغ على معالجة المعرفة والذكريات الجديدة، كما أنه يساعد على التركيز في الأداء المدرسي، لأن النوم الكافي يحسن الانتباه والسلوك والتعلم وحتى الإبداع. كما أن النوم يساعد على الحفاظ على جهاز المناعة لمحاربة الأمراض. ناموا جيداً يا أصدقائي لتكونوا بخير. إلى اللقاء.